كيف تقرأ هذا التطور فيما يخص كوسوفو والذي يتجدد بين الحين والآخر؟ نار تحت الرماد، وهذه حقيقة ثابتة يجب أن نقف عندها. فبعد الحرب التي دامت بين الطرفين، أو كان طرفا واحدا في حينها، بين عام 1998 إلى عام 1999، بات كل شيء متوقع، والانفجار كان دائما متوقع. إلا أنني الآن لا أستبعد أن يكون هناك ربط بين ما يحدث من حرب ضارية ضروس في شرق القارة الأوروبية والتداعيات الحالية التي هي بين صربيا وكوسوفو. للعلم فقط، الانتخابات جرت وشارك بها فقط 3% من السكان الصرب، وبالتالي فاز ألباني، مما أجج نارا كانت راقدة تحت الرماد كما قد أسلفت. وما تأثير ذلك يعني دكتور صلاح، ما تأثير تولي الألبان رئاسة البلديات في شمال البلاد كما تم؟ أختي الكريمة، معلوم أن عدد سكان صربيا 7 مليون، وكذلك عدد سكان كوسوفو 2 مليون، بين منهم 160 ألف صربي يتمركزون في الجزء الشمالي من صربيا، الجنوبي من كوسوفو، عفوا، الشمالي من كوسوفو، الجنوبي من صربيا. وفي كل حال هؤلاء ينتمون عرقيا إلى الصرب، ويدينون سياسيا وأخلاقيا ومعنويا وتاريخيا إلى الصرب، وأي حراك مهما كان بسيطا ولو كان إيجابيا ينظرون إليه شزرا إن كان مصدره كوسوفو. بهذه السياقات، المرعب الحالي أن الجيش الصربي قد انتشر على في حدود الجنوبية شمال كوسوفو، وهذا يؤدي بحال من الأحوال إلى تصعيد. ربما نرى ما يحاكي إلى حد بعيد، سيما إذا علمنا أن الهجوم المضاد في أي حرب ليس بالضرورة أن يكون في ذات المكان أو بذات الخاسرة، إنما يريد يمكن أن يكون في مكان آخر. أعتقد أن تداعيات الحرب القائمة حاليا في شرق القارة الأوروبية إنما تجد لها انعكاسا في هذا المكان من الجغرافيا، سيما أن ألبان كوسوفو، ورغم عددهم هذا، يطمحون ويحلمون بإقامة ما يسمى ألبانيا الكبرى، وهو من ألبانيا البوشناق. أضف لذلك، دعونا نقف عند مسلمة أن الحرب العالمية الثانية عندما قسمت الحدود السياسية الحالية لدول شرق أوروبا، في غالبيتها يوجد قوميات مختلفة. فمثلا بولونيا تدعي أن لها حقا تاريخيا حاليا في غرب أوكرانيا، وكذلك المجر تتحدث عن حق تاريخي في شمال صربيا. هذه الأمور تبقى كما الرماد تحت النار، لتنفجر تداعيات سياسية ربما لا تكون في ذات المكان، لكنها تتأجج بفعل صراعات أو طيب، في حراكات. ظل هذا التصعيد المتوقع كما ذكرت دكتور صلاح، وجيش صربيا على أهبة الاستعداد، الناتو هنا يدعو كوسوفو إلى التهدئة، ما دور حلف شمال الأطلسي في هذه الأزمة؟ روسيا تحاكي شمال الأطلسي في هذا المكان. هناك 770 مقاتل من حلف شمال الأطلسي كانوا قد بقوا بعد الحرب التي شنت من الأطلسي، ردا على الإجراءات الصربية التي وصلت إلى حد التطهير العرقي في كوسوفو. هؤلاء منهم 600 جندي أمريكي. تقول روسيا ربما بطريقة غير مباشرة، أنكم كما تتحركون داعمين ومتقدمين صوبنا في أوكرانيا، لنا أن نكون في مواجهتكم عن طريق شركائنا، بل حلفائنا الصرب في هذا المكان. القضية هناك يعني كونتاكت واضح بين ما يحدث في أوكرانيا من حرب صار لها حتى الآن 15 شهرا، والتداعيات التي تغزو المنطقة، وكلها على صفيح ساخن. طيب، شرطة كوسوفو يعني تتصدى للمتظاهرين، متظاهري صربيا، وقوات حفظ السلام بالتأكيد هي في كوسوفو وهي متمركزة عند هذه المنطقة. هل تعتقد دكتور صلاح أن تعامل الشرطة بهذه الطريقة هي الطريقة المناسبة لحلحلة هذه الأزمة؟ منذ فترة ليست بعيدة قتل شرطي من هذا المكان في هذا المكان، وقامت الدنيا في حينها صحيح. ولم تقعد.
لكننا لم نكن أمام هذا التأزم وأمام هذه التداعيات الحالية التي نراها في الصراع الناشب في شرق القارة الأوروبية، سيما أن الأطلسي كسر كل الخطوط الحمراء التي كانت قد اتفق عليها أو رسمت، فها هو قد دفع بالصواريخ بعيدة المدى، وكذا يقول أن طائرات الاف 16 في وقت يسير ستكون في الأجواء الأوكرانية في مواجهة روسيا الاتحادية. بكل هذه السياقات، التسخين والإحماء والتصعيد في هذه المنطقة من شرق أوروبا يجد له تداعيات أو انعكاسات في هذا المكان. ما كان مقبولا سابقا ويمكن احتواءه من خلال دوريات شرطة أو مجموعات مكافحة شغب، ربما لا يمكن السيطرة عليه الآن، لأن نعم. التداعيات قادمة من الخارج، وربما تجد لها نتيجة يعني نتيجة ركائز ثقافية تاريخية عميقة الجذور في هذا المكان من الجغرافيا في العالم، تجد لها منعكسا وبالتالي تصعب السيطرة.